تجميل وشد الذراع، جراحات التجميل عند التقدم بالعمر أو عند فقدان الكثير من الوزن، فمن الممكن أن تترهل أو تتدلى منطقة جلد الذراع ومناطق أخرى بالجسم. إن هذه الحالة لا يمكن علاجها عن طريق ممارسة الرياضة أو استخدام الكريمات. إن التدخل الجراحي لشد ورفع الذراع غالباً ما يكون هو الحل الأنسب لهذه الحالة. يتم تنفيذ هذه الجراحة غالباً تحت التخدير العام، وفي بعض الحالات الخاصة تكون باستخدام التخدير الموضعي. تستلزم هذه الجراحة حوالي ساعة واحدة، ويسمح لك بمغادرة المستشفى في نفس اليوم. يبدأ الجراح بتحديد مكان إجراء الشق بدقة، ثم يقوم بإجراء شق بالجلد بين الإبط والكوع، ويقوم بإزالة الدهون والجلد الزائد من الجزء السفلي من الذراع. بمجرد إزالة الجلد والدهون الزائدة يتم خياطة الشق بدقة بخيط رفيع. بعد أسبوع واحد من الجراحة يقوم الجراح بفحص الذراع ومن ثم إزالة الغرز. تعود الذراع إلى شكلها الطبيعي، وأي انتفاخات أو آثار أخرى ستختفي مع مرور الوقت، وستكون النتيجة واضحة في النهاية.